السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طولنا عليكم الغيبه بزاف. كيفكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. طولنا ولكن عدنا عذر. طولنا بسببك انت. عدنا عذر، كنت هرست لينا الكاميرا، جيت بغا قلت يلا بغا نصور فيديو يلا بغا نثبتها. كنا مصورين نص فيديو والنص الثاني انمسح واخذنا الكاميرا على الصيانه وهي وعملنا الكاميرا الثانيه. ما عرفتش كيفاش التصوير ديالها. المهم اول ما نعرف كيف حيطلع فيها الصوت، كيف حيطلع قبل علينا، ما بنعرف كيف يمكن تكون احسن من هذيك الكاميرا. يمكن. المهم حبايبي، بعد غياب طويل، بعد هسه ما صورناش كل يوم بالضبط، صورنا ثلاث ايام اربع ايام ما صورنا شيء. مهم احنا رجعنا، مهم اهم شيء انه رجعنا، اهم شيء انه بعدنا موجودين. بقات فيني الكاميرا حيت صغيره وكنعرفوا لا بالزربه منين كاري، ما كنعرفوش لا كبيره، وخاصه اضاءه، خاصه بزاف الحوايج. المهم قبلوا علينا اليوم بهذه حتى تجي الكاميرا صافي تصاوب. المهم فيديو اليوم حبايبي هو مثل ما شايفين نوارا اجت لهون، لقيت البيت بعد ما جينا من السفر، البيت دود والله البيت كله غبره وكله وسخ، وطبعا نوارة تعبت وسوت البيت، عزلت البيت كله. تقولوا عزلت البيت يعني ايه؟ لا مش عزلت، ايه بحالكم يعني، خملت البيت كله كامل وتعبت كتير. لذلك كيف بدي كافيها؟ قلت اليوم لازم نعتني بنوارة ونسوي لها هيك شغلات، هيك اليوم تنظيفات على هي، يعني نحسسها اليوم. شو نحسسك؟ احساس جديد. اعتني فيها اليوم، اليوم راح اعتني فيها بنوارة اليوم. راجل اللي تشلى فيها شوية. اي والله تشوف شعري متحمم وما بعرف. المهم المهم خليكم معنا نشوف. ايوه ما حنطول عليكم. شوف شوف زماني كيفاش يعتني فينا. ايوا انا سلمته، خليكم شوفوا كيف مهند راح يعتني بنوارة. يلا طبعا اول شغله شو حساوي لها لنوارة؟ حنرسم لها حواجبها. طبعا انا خبير برسم الحواجب. اريد اقول لكم اعتذر على المقاطعه. تفضلي معكم التليفون. ماشي حيت الكاميرا دابا شاع انا الكاميرا بركنا عليكم، غير صاب لي حاجبي غير سكت لي. مني نهار تزوجنا دابا شحال عندنا في الزواج، وهو كيصاوب لي، هو كيصاوب لي حواجبي وكيصاوب لي شعري، يعني شحال شعري شحال كيصاوب لي في السيمانه، يمكن جوج مرات في السيمانه وكيصاوبوا لي، والحواجب هو كيصاوب لي. بلا ما نهضروا على شي حوايج اخرين، كلشي هو اللي كيصاوب لي، يعني ماشي حيت دابا كنصاور في الكاميرا بغينا نبينو، ولكن بغينا نبينو لكم دابا غير العناية. غير العناية يعني الزوج كيفاش كيعتني بالزوجة ديالو، ولكن هادشي راه دائما هو كيسويه لي، يعني كيسوي لي ما نقولش لك الراس. لا خلص لا والله والله صافي صافي بالله الله يتلبس لك راسك. ها هو حشمها. يلا خلينا نبلش. شك حشمتي خلاص يلا بس حلالي بلالي. يلا كيحشمها، قلت لها نبوس لك راسك خلينا نبلش. ما نبقاش ندلع كلشي، تقول لي العيد اللي عيبتني هو كيحشم شوية. تكيس 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 ولا تسمح لك تحصل. يا سلام سلم على بعضنا، حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ شو رايكم بالصوت؟ طبعا الصوت لا شيء، مازال دابا غير يصوب لي غير هادشي شويه، يعني جواز التعليق في التعليق كلهم بدلي اللون، اللون ديال الشعر بدلي، اللون ديال الشعر بدلي، اللون ان شاء الله داك وحياتهم راح بدلو راح بدلو، بس فيديو لحاله ان شاء الله. عم جهز عم جهز. انا مابقاش عاجبني انا اللون الشعر دي صفار يدخل بحال الصدى ولا مفضي. في الاول كان زوين عاطي داك اللون الزعر اللي غادي البيوضيه، دابا هذاك الزعويه الزوينه النقيه، دابا شو ما عرفت مالو صدى ولا غادي البرتقالي، حتى ما بقاش عاجبني، باغا نبدلو. حبدل لك يا خليك اجمل جميلين. انت تخبيني انا شو جميلين صافي طيح لي الكار.
وطبعا اجى وقت الخيط. انا عندي طريقة خطيرة بالخيط طبعا. قليل من الناس جدا اللي بتعرف تشتغل بهالطريقة. في ناس مثل ما بتعرفوا انت بتشتغل هاي بالتم وهي. انا بشتغل هيك بس اصابع. يلا جاء دور الخيط. ما تحركي ولا حركي. زين ايوه. الباصة من كي يدير لي الخيط اللي كترني وما شاء عندي شو مستعجل جيل مش عيب عندي شوي يعني شوي شعيب شوي يعني بالخف ذاك الشيء. يلا يا بشعيب. وطبعا بعد ما خلصنا نتف الحواجب وخلصنا الهيا اجى وقت شو وقت الماسك نعناع للوجه. هذا طبعا هذا ماسك نعناع بيفتح البشرة وبيخليها هيك شو بيقولوا فريش على قولتهم انتعاش انتعاش بس حي بس حيحرك شوي. هلا شوفوا النعناع. يلا بيبي وات تو 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 يا سلام شوي شوي يا سلام سلم على بعضنا قمت أخذ أخذ لك كله من وجهه عشان تبيني القناع تبيني الماسك النمر المقنع. النمر المقنع بس دير بالكم تخافوا. جيني يا سلام شي فاخر على الاخر رح تعملي هيك ها شو بتقولوا هاي هيك ها 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 خرجي تضوي ضاوية رح تضوي ضاوية تحسي بيه طبعا هذا الماسك انا بستخدمه عندي في الصالون كثير حلو للبشرة يعني بفتح البشرة بشد البشرة كثير بيعجبني انا هذا الماسك النعناع. شحال مخليه في وجهه؟ لحتى ينشف 5 دقائق 10 دقائق بينشف وبعدين بنغسله بماء. وهنتم معنا. يلا وين المغرب تلموت المهم حبايبي خلصنا الزيوناء زيوناء زيوناء واحد يحس براسه نوفو هاي الحركة هاي نوفو نوفو جديد الله يخليك لي يا حبيبتي المهم حبايبي قبل ما ننهي الفيديو هذا اول شيء حابب اشكركم كثير على دعمكم وعلى تعليقاتكم الحلوة حبايبي من هذا الفيديو اللي درنا لكم اليوم بينما وصلوا حد فكرة أنه ماشي إحنا عندنا واحد إحنا كنشوفوا هنا إحنا مو الفعل الكاميرا عندنا ما نشوفوا عيننا حول ما الكاميرا إذا شليتوا عيوننا هيك نحول شوي لأنه نطلع بالشاشة تبع الكاميرا اللي عجبنا خلص خلينا نطلع هون أيوة خليك تطلع خلي عيونك هون لا تطلع هونيك المهم غير ما وصلوا هذا الفيديو واحد الفكرة ما عندنا واحد الفكرة في المجتمع العربي أن المرأة هي دائما هي تهتم بالراجل هي دائما تغسل رجلها دائما لا بس لا ثم لا ثم لا يعني الواحد مشارك في الحياة يعني في المرة والحلوة في الحلوة والمرة في الحلوة والمرة يعني الواحد ما فيها بس مرة يدلع مرته يعني هي تفرح أكيد تفرح هو مني أنا أغسل يده أكيد يعني حتى بأشياء بسيطة يعني مو ضروري مثلا يعني أشياء بسيطة الواحد بيقدر
بفرح عائلته بفرح مرته. المرأة كتكون أغلبية عندنا المرأة العربية أغلبية كتكون في الدار مزدوج عليها نص تقريبا نص حياتها في الكوزينة يعني ملي كتجي كيضحك الراجل في وجهها وكيبوس لها راسها كيقول لها الله يعطيك الصحة واخا تكون ما دايره والو دايره لي غير العديس ودايره لي شي حاجه بسيطه ماشي دايره لي شي حاجه شي شيوه كيبقى يشكر فيها هي ديما كتحس لان كتبغي تقدم اكثر واكثر دائما كتبغي تقدم ولكن ملي كيجي كيقول لها شنو هاد الحاله شاد الغدا دايره لينا ما بقيت ما ديري كيفشلها كتجي تقول والله ما بقى ندير شي حاجه كيزيد كيحطمها ولكن بعد راه ديما كيدخل من الدار هو مبتسم النهار اللي كيكون طالع لي الدم ولا شي حاجه صافي كنعرف من الطياره كنقول هذا شنو هذا فيه شي حاجه ويوم يكون مبتسم مبتسم هو دائما مبتسم ولكن احيانا تكون طالع عدة مبتسم والله لاني ما هيك بس والله مو دامون مو دامون تعرفيني يعني يمكن انت تعرفيني اكثر من الناس كلها يعني تعرفيني هو على الراس والعين يغسل لي رجله يستاهل 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 انا راه كنغسل لي رجلاته ماشي ما كنغسلش رجلاته ما غسلتش لي رجلاته قدامكم بالكاميرا ولكن بغينا نوصل واحد الفكره بان تا هو كيعتني فيني وتا الراجل يعني الراجل الشرقي هو يعني الراجل الشرقي كيفاش صعب الراجل الشرقي ولا الراجل المغربي صعب شويه ناوي يغسل مرته رجليها ولا يعتني فيها لا لا شي عادي يعني مثل ما الرجال له حقوق على المراه كمان كمان المراه له حقوق لازم مثل ما المرأة تعتني بزوجها لازم كمان الرجال كمان يعتني بزوجته مو بس المرأة عليها حق بس انه لازم تعتني بزوجها تطبخ له وتمسح له وتنظف له وتأكله وتشربه وهي والرجال خلص بس عليه بس يأكل وهين لا لازم عصمه أيوة أشياء أي شيء مروي خاصة ما مش مشكلة يغسل الناس مرة يغسل الماء ماشي مشكل يجف في يدير ماشي مشكل المساعدة زوينة أكيد المهم حبايبي أتمنى أتمنى تكون هالرسالة وصلت للعالم يعني وهذا اللي احنا هاي اللي احنا مثل ما أنتم تعودتوا علينا هاي طبيعتنا هاي حالنا هاي عيشتنا هذا بيتنا مثل ما أنتم شايفين هيك عايشين اللي احنا مع بعض يعني بنحاول قدر المستطاع إنه على طول يكون فينا طاقة إيجابية على طول يكون فينا يعني تفاؤل و يعني بصراحة وحتى انتو احيانا كمان والله العظيم يعني تعطوني تفاؤل اكتر اني كمل كمل باليوتيوب كمل يعني تعليقاتكم الحلوة يعني اسئلتكم انتو ما كتشجعونا تشجعونا اكتر والله ما حطينا وعد ما حطينا لا فيديو لا شي حاجة ولكن كيجونا على انستغرام رسائل على فيكم غبرتو وحشناكم حطوا لنا فيديو واش كاين شي فيديو اليوم بها التعليقات ديالكم يوميا وكنقول لك انا مخليين شي حد كيتسنى كنقول لي خاصه ننزل الفيديو خاصه ننزل الفيديو والمشكله الكاميرا دينا تصاوب قالنا على شحال 15 يوم قال لنا علاش ترجع الكاميرا باش يقول لنا شحال تصاوب لنا ان شاء الله تصاوب حيت ديك الكاميرا اللي كنصوروا بها عزيز علي بصراحه بزاف اي والله عصب الكاميرا الكاميرا هي الروح الكاميرا شرينا يعني واحد شحال حنا كن باغي يعني شحال حنا مشتاقين نشريوها أيوة. شحال حنا شهر شحال شهر ولا شهر 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 تشرينا ولكن كتب عليها المكتوب طاحت فما عواج والله طاحت شو تسوي حبيبتي عاد المهم حبايبي المهم ما طولش عليكم كتب بلا 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 اتمنى الفيديو يكون خفيف وطريف على القلب كيف العاده وحبايبي لا تنسونا اذا عجبكم الفيديو واللي عم يشوف اول مره هالفيديو هذا اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد في يوميات نوارة ومهند لا تنسونا بدعمكم اذا عجبكم الفيديو لايك حبايبي ومع السلامة صباحكم على خير باي باي